بينا من ناقص من ناقص 100 مليون صافي ما عنديش فريمون كان ما عنديش ولكن كانت عندي الفكره وكانت عندي لامبيسيون. توفيق من نخلة CEO fondateur guichet.com. J'ai débuté la stratégie en bac plus 5, master en communication marketing, où j'ai un diplôme en graphisme. Aujourd'hui, je suis le CEO fondateur de la plateforme numéro 1 sur le marché marocain de la billetterie, qui est guichet.com. اول حاجه كان بدايه على دوز ايتاب ان فيت كان عندي البدايه الاولى اللي هي بدايه ديال الدخول ديالي لمجال المقاوله والانتربرونيا وهذه كانت تجربه شويه صعيبه لان كان فيها بزاف ديال ايتاب. اول حاجه ملي كتكون صغير وكتبدا الشركه ديالك في لاج 23 سنه كتكون شويه الامور صعيبه باش الناس تثق فيك وسورتو ملي كتكون كتبيع ان سيرفيس اللي هو الاشهار ولا هذولا داك سيتي ديفيسيل. ان جور كنت افيك دي زامي جالسين في ان كافي و وكان المقابل ديال الوداد الرياضي وشفت واحد شفت الناس كتكرفص باش تاخذ لي تيكي. نقول انا او هذه كره القدم ولا هذا ديفيرتيسمون اون جينيرال واش ماشي من حق مغربي ياخذ ورقته بكرامته وبمسائل ديالو. دونك جي كومونسي ا بونسي قلت خصني نخدم اون سوليوشن. اون ا كومونسي لا سوليوشن في 2018 اون ا كومونسي لو طرافاي فيها لساليت حتى 2019 و سيتي ديفيسيل او ديبار باسكو كيما قلت لك الفكره الي لا ملي كتكون الفكره راه هي كاينه اليوم كديرها هي الفكره هي محطوطه انا غنخدمها انا غندير ولكن ملي كتصادم مع الامور والواقع كيبان لك حاجه اخرى. ديال ديبار سيتي ان بروجي اللي بدا بالامكانيات ديالي صادير امكانيات بيرسونيل داكشي اللي قدرت نجمع غير داكشي بسيط باش قدرت نصاوب لو سيت ديالي باش قدرت نبدا باش قدر صادير بدينا من ناقص 100 مليون صادير ما عنديش فريمون كان ما عنديش ولكن كانت عندي الفكره وكانت عندي لامبيسيون. علاش كنقول اليوم حتى الشباب بالنسبه لي اليوم راه ماشي اوبليجي انك خصك يكون عندك فلوس باش ديمار. سيتي ليدي الحمد لله اون ا كومونسي ليدي سيتي با فاسيل زعما سيتي ديفيسيل ولكن او مومون او هي واش بين انك تلاشي وبينك تكمل كاينه شعيره وحده صديق هذاك الوقت اللي كتقول فيه غنكمل هذيك هي اللي كتجيب فيها ربي تيسير. انا كومونسي لا بلاتفورم بدا عندي مشكل كنقول كيفاش غادي نجيب الكليون اون ميم طون اللي هما لي برودكتور باش يحطوا عندي لي سبيكتاكل ديالهم ولي زيفينمون والفرق ديال الكره يحطوا عندي اون ميم طون ما عنديش فلوس باش ندير الاشهار باش الناس تدخل تشري. صافي واخا نجيب الكليان نحط ليفينمون الناس ما غاديش تعرف لا بلاتفورم ما تقدرش تدخل. اذا كانت هو اصعب حاجه كانت عندي في هاد ليطاب. دابا الربح فينانسي ما كنتش كنشوف انا لو سوكسي كو جو بو افوار خصني انا لوبيراسيون او مومون ملي ندخل الكليان تيخرج يكون ساتيسفي بلا ما نفكر في راسي انا اش نربح. لدرجه ان كانوا عندي دي زيفينمون كنت كناخذهم كنخسر فيهم كثر ما كنربح. صافي اليوم انا اليوم الحمد لله كيجا اليوم كاين فيها 17 واحد خدام اون بلان طون صافي او مومون وحنا اون كومونس فكره بسيطه ولاو فيها 17 ناس خدامين واليوم حلينا حتى في السنغال بلاد جديده اللي حلينا وفي شهر 10 ان شاء الله نحلها كوت ديفوار. صافي سي فكره بسيطه بدات من لا شيء وغادا مازال كترونشي الطريق ديالها. اليوم استطعت ان هذه ماركه مغربيه اللي بديتها من المغرب واليوم درت فيها اول خطوات الانترناسيونال خرجت بفكره مغربيه ديال شباب مغاربه ايكيب اللي حنا مغاربه خدمنا فيها وهذا خرجنا بالانترناسيونال. لقيت مع دي جون كيقول لك انا عندي فكره باقي كنقلب على الانفستيسور نبدا كنقول هو انت كيفاش الانفستيسور غادي يثق فيك وانت باقي ما ثقتيش في راسك انت ما بعتي هذا ما درتي دي ساكريفيس ما مشيتي تسلفتي ما مشيتي قلتي لامك تسلف وعطاتك باش تبدا المشروع خاصك انت الاول بعدا دير تضحيه باش الناس يجيو يضحيو على ودك. اجوردي tu n'as plus de problème de trouver les clients il faut trouver les bonnes solutions ou tu me chiffres jusqu'au bout باش تدير ربي ساهل هذا اللي كاين.